مساء الخير من ينام سنوات على صفيح متفجر يزن 2750 طنا من نترات الأمونيوم لن ينقذه أو يوقذه دوي انفجار مهما على من اعتاد دفن رأسه أمام نداءات العالم لن يهزه فرمان لماكرون في وسط بيروت فيا مدعي العروبة ويا من تشرئب كرامتكم إذا ما صرحكم قريب أو صديق يا من تنتفضون لعزتكم اذا ما قربها انتقاد او تصويب هل انتم فعلا عرب العربي لا يقبل ان تهان كرامته لكنه لا يستجلب المهانه العربي موصوف بحفظ الجميل بنزاهه الموقف وبصدقه العربي رجل متوعد وفى أقسم؟ نفذ العربي لا يرضى الظل لكنه لا يسير في دروب المذله نقول ذلك لنؤكد ان الرئيس الفرنسي لم يهنكم لكنه في نفس الوقت لم يمالئكم اعمالكم قادتكم الى الحضيض فوضع العالم صفرا علامه على انجازاتكم. في هذه الحلقه من صوت الناس التي تبث عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه فيسبوك ايضا يواكبنا فيها بي دي نيوز الموقع الالكتروني وتبث عند الساعة التاسعة والثلث عبر إذاعة صوت كل لبنان نستضيف النائب نعمة فريم مساء الخير مساء الخير ليش بدك تضيع التحقيق؟ كيف يعني ليش بدي ضيع التحقيق؟ لأنك طالبت بتحقيق دولة <applause> بالعكس أنا بدي أقول لك تعلمنا بلبنان أنه التحقيقات الداخلية ما بتوصل على نتيجة <مم> وهيدا كان بأيام المنسوب الثقة بالدولة أعلى من اليوم <مم> بطريقه هيك لوجيك فقط لا غير الثقه مفقوده بالقطاع العام اللبناني ككل من هيك اليوم اذا بدنا نوصل لمحل مجبورين نروح الى محكمه المطالبه الدولي. بالتحقيق الدولي في قضيه نعم. المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقه، هي الكلام رئيس لا؟ الجمهوريه اي ساعه اليوم قبل الظهر بتاسف انا ما بوافق معه ابدا بالعكس انا بعتبر انه اليوم بعدم استقلالية القضاء نحن مجبورين نعمل هيك وهذا واقع في ناس بدها تزعل بس هذا واقع تأخير استقلالية القضاء هو اللي جبر اللبناني يلتجي إلى القضاء العالمي بقضايا كبيرة من هالنوع في 16 موقوف في ناس وضعت بالإقامة الجبرية نعم. في رفع السرية المصرفية نعم. شو بدك إجراءات خلال 72 ساعة أو أربعة أيام أكتر من هيك بدي استقلالية القضاء يو... قبل القضاء مش مستقل ابدا يعني القصه اذا بتبقى بالقضاء اللبناني ما بتوصل لمطرح نعم ما بتوصل لمطرح تعلمنا انه اللي بيجرب اللي مجرب عقله مخرب طيب وهذا واقع وهذا بيأسفني وانا ما تعودت كون هالقد هجومي بس انا وصلت لمرحله من بعد ما عم بدفي بدفن مو... موتاني قلك قل نحن مسؤولين عن تاخرنا هالقد 30 سنه على هالمنظومه الفاسده على المنظومة يلي هي ما بتشتغل إلا لحالها ناس اللي هدفها الأساسي بالحياة أنه هي مسؤولة عن شعب هي مش جاية لتخدم حالها أنت مش بالمنظومة؟ أبداً مستعيل مش بدي أنت, ما شو انت جزء من مجلس النواب أحلى شيء بعمله للمنظومة أنه يستعيلوا المستقلين ليه؟ اسمع يست... الجملة يستعيلوا المستقلين خلو يستعيلوا هني أنا رح أقول لك وأنا بقول لك شغلة أنا مش معلق بكرسي بحياتي نحنا نحن من سنتين بكسروان فكرنا كثير قبل ما اترشح بس انا ترشحت بمهمه يلي هي اسمها الانسان اولا واخيرا وبرهنوا لي انه هن سوري يعني مثل إجرن الانسان ما انا جاي اقول لهم لا مين هني؟ هن حلمي؟ اللي كنت معهم اللي كنت اول شيء شي انا تحالفت لانه في قانون ما فيك تعمل تترشح لوحدك اعطيت فرصه اساسيه وانا مؤمن انه اليوم مرتاح كثير وضميري مرتاح وعم عيط و, و... 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 بدك حرقه قلبي لانه جربت كل شيء جربت كل شيء جربت ضحي بكرامتي جربت ضحي باستقلاليتي جربت ضحي بكل شيء خذلوك باسم خذلوني وباسم الانتاجيه انه 29 نائب خلينا نغير ما حدا بيرضى حدا جماعه هدف الاساسي تبعهم فقط لا غير استمراريه مشروع هيك فريق لك خي نحن السياسه بتخلص عند البناء وطن شو هالحديث هيدا اولويات بناء مؤسسه الدوله اللبنانيه ما حدا عم يشتغل عليها هي طيب. اللي وصلتنا لهون انا واصل لهالنقطه المدعي العام التمييزي بكلف سبع خبراء فرنسيين يعني اجراء التحقيقات التقنيه حلو. هالشي ما بيطمنك عم تبليشي حلوه كثير منيح هالشي أنا... بيعوض عن عن انك تروح على تحقيق دوله لك انا بدي اقول بدي طالب بالكثير بدي تحقيق دوله اليات تحقيق الدوله بتبلش بفحص الارض ومكان الحادث هون ببلش الشغلة، قبل ما حدا يدق فيه، وقبل لا. ما حدا ينزعه. آه، تلاتة آه، من، بدنا خبراء مثل ما عم تقول، آه، بدنا آه، شفافية، وبدنا أهم شيء ما يكون آه، المتهم قاضي. هذه أهم شيء. كيف هي؟ ما يكون المتهم قاضي. كيف يعني؟ يعني ما يكون يلي عم يحكم شاكين فيه، لازم تكون يلي عم يحكم بعيد كل البعد عن اي شك اللي وهذا شيء كبير اللي شو بدك تقلي مباشره لا لا عم اقول انا انا ما عندي انا اليوم ماني شاك بحدا بهاللحظه عندك شك ان يكون القضاء في مكان ما لا. متورط لحديت هلا ايه ما عندي اثبات لحديت هلا ما عندي اثبات عندك شك بتورط القضاء في مكان ما بعد القضاء انا عندي شك وما بدي اسمح لنفسي احكي هلا بس انا اللي بدي اقول لك ايه انه طريقه تاخر من 2014 لهلا له هالبضائع فيها خبرية مش فهمينا وهيدي موضوع مش عم يركب على أوز أضح الخبرية بآخرها بتجي طب لمين مين دافع حق هالبضاعة كيف نزلت هون وليش ليش ما راحت انا بعرف انه تلف البضائع الدولة اللبنانية في خلل كمان بالقانون ليش ما سألت كنايب عن هالموضوع قبل انت بتمثلني أنا. انت بتمثل الناس ما أنا, انا مع جرد شو فيه مجلس النواب ما بيعرف بهالموضوع الخطر انا شخصيا ما بعرف انا انتبه نحن من الاقليات في مجلس النواب يلي شوي شوي رح نصير قاعدين على الباب <applause> ليه في قصص كثير ما بنعرفها في 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 نادي بمجلس النواب مثل ما في بغير محلات بمثل طبقه سياسيه هي عمليا بتدير امور البلد مين مالف؟ من مين مالف هيدا النادي؟ معروف من مين؟ لا من انا كل ما بعرف السياسية اللبنانية لا، حتى... بقى... حتى حتى اللي بالظاهر مختلفين؟ بي... هالنادي؟ اكيد ولو ليك خلص سقط القناع اوكي نحن بلبنان في عنا منظومة اسمها منظومة الزعماء وهيدا وباء أضرب من الكورونا لأنه هيدا وباء بيضرب الطرقات وبيضرب البنى التحتية وبيضرب المياه الجوفية وبيضرب الاقتصاد المالي وبيضرب بيروت اخر شيء هذا زيت المرض لانه هذا مرض ناسي انه الفريق بده ينتج ما بده يقعد كل النهار يخبر اخبار وينتبه على شعب انا نحن بشركاتنا اذا انا بدي بلش شوف يلي بحبه ويلي بيخدمني ويلي بيصير لي جنينه بالبيت رأيي. نتائج اخر شيء بتفلس الشركات. هذه هي ذاتها بالدوله اللبنانيه. طيب بناء, لف... بناء منظومه تنتج لانه مش موجود بفكرنا وصلنا لهون وهيدي اللي عم يخلي الشعب العالم كله اه مثل ما بقولوا يزدرلنا يقرف منا يشرشحنا خسرنا احترام العالم بشكل اذا لاحظت اذا لاحظت شو عم بيقولوا لنا العالم صح صح يا خي عم بيقولوا لك لك حدا حضر السي ان ان شو حكيت؟ ايه شفتوا اذا واحد في دم شو بحس؟ شو بحس؟ بحس انه يا عيب الشوم مثل واحد ساعد بالفحص جايب صفر وفسيد يعني قصدك ما مثل واحد كسلان وفسيد اوكي يعني قصدك تقول انه مسؤوليننا بلا كرامه كيف الهم عين؟ كيف الهم عين يتصرفوا معهم بالعالم؟ انه انتم لا بتعرفوا تديروا بلد ولا بتعرفوا تديروا مجرير أوكي. ولا بتعرفوا تديروا اقتصاد م. ولا بتعرفوا تديروا بور ولا بتعرفوا وبعدكم عم تحكوا طيب. وبعدكم عم تقولوا انه نحن لازم ندفع لكم مصاري لازم نحن لا الفضيحه مع هيدا كله تسمع انه عم عم نتهم العالم عم نتهم العالم انه كيف انه هن ما بيساعدونا ماليا يا خيي لو كيف كيف قلنا عين قال لهم مكرون ماكرون امبارح اه. جماعه فاسدين ما راح يوصل مصاري بس أنا مش عيب لك انا لبناني انا بنجرح استاذ انا نعمل. بنهان طيب. معي بطاقه معي جنسيه لبنانيه لك ما عم تنزل لها قيمتها هي حسبها سهم شركه شو بقى منه هالسهم حرقته السلطة عم بتهين كرامة الشعب نعم اوكي في كمية م... كمية مادة الايدروجين حد خزانات الفيول ما في شيء جديد يعني عمره 30 سنه كتير. هيدا موضوع وزات الموضوع وصلنا على الانفجار لا, بال... لا 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 هي غير شيء هيدا شيء تقني ببرد الالترناتور تبع التربين ببردو بالهيدروجين في خزازين هيدروجين يمكن 16 بايب صار لهم بفترة بنفسه بنفسه ليبردوا هلا في مرة بحرب معينة يعني إسرائيلية خافوا نفسون لأنه ريسك إذا حدا عصفهم بيفقعوا خطرين مثل ما إذا إذا فيا وقت اللي صار بخزان الغاز بالدورة نعم بحرب التحرير نعم طب إذا ولعته طبعا انطرته بيفقع فإذا هيدا زيت الشيء هيدا زيت الشيء لأنه في بريشر تنطمن الكسروني في بريشر ريليف سيستم بنفس إذا طلع ضغطه بس أكيد إذا واحد بده يروح يفجره ايه اكيد غير انه تفجر انه خلينا نتفق اذا فجرت خزان هيدروجين واذا فجرت خزان غاز بده يعمل انفجار يعمل انفجار صح بقى من هيك مش لازم نفجره ولازم اكيد ناخذ كل الاحتياطات اللازمه اللي, اللي عمرها عم ناخذها من زمان متاخذ الاحتياطات متاخذ بس برجع بقول مغلط شامل روكوز اليوم بالتنبيه من هذا الخطر انه ما في شيء جديد أوكي. في انه موجوده بالزوق محل مكان مكتظ كل محطه كهرباء فيها تبريد اليوم في طرق جديده للتبريد انا بتسالني من دون ما في تفاصيل في توظيف جديد لازم يصير انا مواطن بكسروان لازم اخاف ولا مش لازم اخاف؟ انا بدي اقول لك مواطن بكسروان اوريدي منطقه الزوق ولازم تخاف من الدخنه اللي عم تعمل كانسير اوكي من هيدي الشغله في خطوره قليله بس ما فيني اقول له انه ما بتنفجر بحياتها إذا, اذا ما كان في عمل عدادي عليها علي ما في مشكله اذا أوكي. ما في عداء عدادي طيب. حلوه هالكلمه انت عم بتطالب بمسيء وطن جديد يعتمد على الحياد المسلح شو يعني الحياد المسلح انا بعرف الحياد اللي حكي فيه البطرك بس شو يعني الحياد المسلح الحياد المسلح هو الحياد المضبوط هو الحياد سويسرا حياد لبنان هو حياد الضعفاء كان سويسرا ولبنان بلدين انخلقوا من, من زيت الارشيتكت من زيت الوقت ونعمل جبل لبنان ومن بعده لبنان الكبير ونعمل سويسرا من بعد نابليون بذات النفس اوكي اللي طلع من مترنيخت واتفاق ايام السانت اليونس بسموها اوكي بين النمسا والمانيا والنمسا وبروسيا وكله مهم هؤلاء اثنيناتهم بلدان حياديين اوكي واحد كان يقول انا بتغنى بضعفي واحد كان يقول لا انا حيادي بس عندي 5000 بوز مدفع واللي بقرب علي بدي كسره اوكي هيدا ما قدروا لا بالحرب العالميه الاولى ولا بالحرب العالميه الثانيه يفوتوا عليه وهيدا بعثوا له الفلسطينيه ب 48 ورجع بعث له الملك حسين الله يرحمه بالاردن سنة 1970 بعث له الفلسطينيه مع سلاحهم لانه منه قوي كفايه يقول لهم لا 50 الف مدفع اليوم بلبنان بيهدوا عنك الخطر الاسرائيلي مش 5000 100 الف اكيد بيهد عندي دفاع طبعا اذا كان دفاع ولا هجومي اذا هجومي بيجيب لي ويلات لا لبنان ما ولا مره بيهاجم دفاعيا لا دفاعيا ندفع اكيد اول شيء بده يجي وقت مش م. اليوم بده يجي وقت والمنظومة الدفاعية والأمن القومي هذا موضوع كتير كبير الأمن القومي مربوط مباشرة بالاقتصاد نحن الأمن القومي المزبوط بس نصير ننتج 7% ننمى 7% بالسنة وندفع حق أخراطيشنا وحق دباباتنا وحق صواريخنا ونبلش نحق لحمة جيشنا تنطعميه يعني بدأ مشوار طويل بس حياد المسلح أول شيء بدي أقول لك شغلي حياد المسلح بصوت عليه الكسرونية أنا بس انتخبوني أنا بدي صوتوا على اللبنانية ايه واصلين، أنا بقول لك شغلي. الحياد كيف يعني واصلين؟ مش... كيف واصلين؟ أنا بق... أنا مؤمن هلا أنه المنظومة القديمة خلصت. أوكي بدنا ننبش على زمن جديد على على 100 ميت... بعد 100 سنة بدنا نفوت إلى عقد وطني جديد بده يفوت عليه الرئيس ماكرون هلا ايه نعم مطلوب بدنا نبلش فيه شو بدنا نحط فيه؟ أنا مخلص الشغل هذا مشغول كثير، يعني في كثير ناس شغل وانا من الناس كثير شاغل عليه حتى قبل من وقت الشرعه العمل السياسي على ضوء تعليم الكنيسه كتبناه مع المطران الراعي كان وقت اوكي عم بحكيك من يمكن سبعة سنين اوكي انشغل على الفكره بالعمق وشفنا كيف شو ناقص لبنان لبنان بالعهد الاول للبنان او المئويه الاولى في عندنا خلل اساسي بمبدا الانتاجيه والاحتراف والمنتوج والقوه في خلل فيه. طيب هيدا بدنا نظبطه بالعهد الثاني، باسم الانت باسم الحياه، باسم الانتاجيه، باسم الشفافيه، باسم هو كلهم بدنا نعمل لبنان جديد مبني في قوه، ما في ضعف، يعني ما بدنا ما بدنا عم تطلب باختصار، عم تطلب انه بشكل غير مباشر، عم تطلب حصر القوة العسكرية الدفاعية بيد الجيش اللبناني أكيد. فقط لا والردعية وتقوية الجيش والردعية, والردعية. في ردع، في في دفاع، في دفع، في ردع في هجوم فيها نحكي فيها بالتفاصيل مش وقتها بس بدي اقول لك هالسياسي هاي طويله عريضه هيدي لازم تدخل في استراتيجية الدفاعيه اللبنانيه اللي بده يكون في اتفاق عليها يوم الايام نابعة من الحياد انتبه نحن بيحب. الحياد الحياد طريقه حياه مبدا آه. اذا بدنا لبنان واحد وانا عم اقول لك اياها بكل صراحه ايه؟ اذا بعد بدنا لبنان واحد ما في الا ما يكون لبنان حيادي لانه لبنان مركب بشكل كثير متفارق عن بعضه ما في حدا يفرض محور على على شريكه يعني اللي فارض اليوم محور على اخر عم بيقول عم يقود لبنان الى الانقسام او التقسيم ايه بس بذات الوقت انا بقول في فرصه كثير كبيره اليوم انه واحد يجي يطلع بالتاني بكل صراحه أوكي. بكل احترام مم. بمحبه كمان تعال خلي ويقول له محور بدحك. محورك رح يقتلني بدحك. ايه بدك تعيش معي بدك 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 تحبني وحده ما فيك تحب ثلاثة أو أربعة ذات في الوقت فيك تصاحب قد ما بدك بس إذا تتجوزني تتجوز واحد جازي مارونية يعني جازي مارونية واحد هيدا نحن اليوم على بعد 100 سنة بدنا نقول لبعض وأنا بقول لك عندي شيء بقلبي بقول لي كل اللبنانية بيقولوا إيه لا مش مزبوط لا ليش؟ نعم. لأنه أنت شفت إنه في في رجال دين وفي مواقف خرجت قالت إنه اللي بيفكر انه بيقدر يعمل لبنان حيادي بيكون مش عم يقرا الواقع السياسي بالمنطقه مزبوط صح مزبوط فاذا وبالتالي ايه؟ وبالتالي انا بعتبر يعني انتم مجانين نحن مجانين بس نحن بدنا بدنا نبلش بالحوار واذا بدك توصل على شيء بيقول لك لا بنبوس بعض كل واحد بروح بطريقه كيف يعني يعني اذا مش رح نوصل على شيء من هالنوع في خطر على لبنان الواحد كل واحد بيروح لحاله يعني منروح على التقسيم شيء بيشبه له بس انا مؤمن وما بحب اطلع بال بال بالسيناريو الاسود بدي اطلع بالسيناريو الابيض انا بدي فوت بهالحوار عارف انه في احتمال كثير ننتهي على زعل بس بدي افكر كيف بدي انتهي على خير طيب بدي ارجع شوي للواقع حضرتك كنائب بالبرلمان كان عندكم شيء كنواب كلجنه دفاع يعني بس انه أي كان... لجنه يعني مفترض يكون عند لجنه الدفاع اكثر شيء هذا الموضوع ماني بس اه. انت كنائب بالبرلمان كنت عارف انه في 2750 طن بالمرفأ ابدا لا طيب كنايب ممثل للشعب بتسال حالك مثلا انه كيف بيقطعوا هال 2750 طن من نيترات الامونيوم بيوصلوا على مرفأ لبنان والامم المتحده اللي عم بتراقب الشاطئ اللبناني ما بتعرف فيهم؟ من وقتها صارت لليوم مشكله يعني من 42 ساعه لليوم باللحظات الصغيرة اللي كنت عم بين دفن ودفن وبين مستشفى ومستشفى م. ونحن ما نمنا على ليدي بكملها لأنه كنا عم ننبش على ناس قريبين وحبيب قلبنا وأصحابنا ومعنا بال... يعني بدك تعرف كثير منصاب اللبناني صح وخاصة إذا واحد عنده كثير أصحاب وعنده كثير قرايب وعنده كثير آه... بين بهاللحظات اللي قدرنا نفكر فيها وبعدني بالتفكير يعني أنا اليوم بعدني بالبروسس تجمع هالمعلومات وافهم هلا انا ما في شك انه ما بتفاجئ بهول وفضيحه قله قله الاحتراف بلبنان يعني كل ما بشوف محطة تكرير مثلا 15 سنه معمره بعد ما وصل للقسطر وبشوف قسطر ثاني فالت رايع على البحر هي مثلهم يعني ما بتفاجئ ما بتفاجئ انا بس انا تخيل خلي خلصك هالفكره أتصور أنه أنا جيت على مجلس النواب كل واحد بجيب خبرته معه أنا جبت خبرتي بالمؤسسات خي سألت سؤال قلت أنا بدي أكيد بيجيبوني بعد يومين خي كم شخص بيقود من الدولة اللبنانية بس هيك هيك اكتشفت انه ما حدا بيعرف لا مثلاً. مش ما بيعرفوا ما بيعرفوا لا بيعرفوا ما, بدهم يقولوا لك والله العظيم ما بيعرفوا رح لك ليش لان يعني اذا قالوا لك بدك تسال انه هيدا كيف فين؟ مزبوط بس فاذا ما بس عندهم بس مصلحه هن انا عم بكتشف انه في مزيجين في مزيجان انت نايم ما في ما فيك تجاوبني هالجواب هن بيعرفوا لا خيي انا اكتشفت انه انت مش عارف ده شنو بهلين اه اوكي <applause> عم اقول لك انه انا اكتشفت بهلين أن... ولا عم يستبهلوا الناس لا انا بقول لك في اغلاط في في بدك تعرف شغله، في شيء بلبنان آه نوع من قلة احتراف أوكي. بمستوى قلة الأخلاق، مم. بمستوى قلة الأخلاق. اوف ايه هيدي بدنا نعرفها، أنا ما بتصور حدا مسؤول كان بده يوصل ليكسر بيروت بتخطيطه هيك مخطط له ما ما بتصور بس, بس عم أقول لك قديش في قلة احتراف مش قلة احتراف هيدي قلة هلت... قلة مسؤولية قلة كل شيء لا. لأنه لا. لأنه في شيء قصد هناك... وفي شيء مش قصد نعم. في شيء قصد وفي شيء مش قصد طيب. بس اليوم يعني في اطراف مثلا المملكه العربيه السعوديه ورح اقول لك مثل ما هي كانت عم بتقول انه في في صواريخ عم توصل على لبنان وعم تروح عند الحوثيين انا اليوم كلبناني لما بشوف انه في 2750 طن فاتوا على لبنان واليو ان ما شفتهم على علامات استفهام كبير انه يكون عم بيفوت سلاح على لبنان ما نفهم. بعرف لوين عم بيروح أنا أنا بس في بس انا بدي افهم هودي وهون بدنا شوي نفهم معلومات اكثر انه هالبضائع هو معمولين لشو هودي هودي مواد اوليه شو؟ عاده بالتكلمة. لصناعه الت... لصناعه المتفجرات والاسلحه اكيد ولا أن... أكثر... أكثر, اكثر كيميكالز وبيستعملوهم اوقات لشيء ثاني، يعني خلينا نفهم القصه مظبوط تقرير تقرير للمت... امن الدوله جايين متفجرات تم تقرير امن الدوله يلي طلع للحكومه واللي نعم. طلع للوزراء المعنيين يلي انحط على مكتب فخامه الرئيس بيقول انه هودي خطرين شديدين الانفجار عندهم خطوره رهيبه، انا كمواطن لا بدي افهم اكثر من هيك؟ خطر ليش باقي هنيك؟ مزبوط. أنا بسألك سؤال بتلك أنا لإلي ماني ما فهمان هالقصة القصة كلها، كيف بيصال؟ أول شي لمين جايين؟ مين صاحبهم؟ لمين إجوا؟ ليش تفضوا ليش تفرغوا هونيك؟ ليش بقيوا هونيك؟ مم. مين ما منع؟ مين منع إنه يرجعوا يفلوا أو يبيعون أو أو يستعملون يا خيي لتصنيع ذخيرة للجيش اللبناني، مم. أو يصدروهم، أو ما فهمنا شي، هل هو في مخبى سلاح تحته؟ هل هو انقصف يعني السيناريو اليوم السيد حل... نصر الله عم بيقول هلا هل من شوي لا قلنا علاقه بالمطار ولا عنا سلاح ولا بدنا شيء ولا هلا هل ولا, ولا, بالماضي ما عندنا شيء بال... بال بالبور ان شاء الله شو ان شاء الله طينا. يعني بدي انطل تحقيقات طيب. اكثر بس بس انت في نايم. سيناريو بقول خلينا سم... نحكي كل شيء مثل ما اللي علينا واللي ضدنا اوكي في سيناريو بقول في مخزن ذخيره انقصف وحدوا هذا المخزن فقعوا هودي هيدا سيناريو، في سيناريو ثاني بقول لحظة في في ف... فرقاع، ادفعوا خل... خلينا نست... خلينا نستعرض السيناريوهات، في سيناريو ثاني بقول في مخزن هذا النيترات وفي بنص المخزن فرقاع و... وحدا عم بلحم ولع الفرقاع وفي سيناريو ثالث بقول يمكن مهدومه هالخبريه الخبرية. خيي عم اقول لك انه يعني مجبورين الناس تستعرض كل شيء ونحطهم على طاوله ونجيب خبرة نشوفهم نعمة فريم النائب من وين بتستقصي معلوماتك؟ بتشوف كثير على السوشيال ميديا، من وين بتجيب معلوماتك؟ أوه. في عندي علاقات لبنانيه مع مراجع شو قالوا لك؟ أصحاب. شو قالوا لك المراجع؟ شو مرجحين؟ برجع بقول لك لهلا اوكي بعد ما خلصت منيح المعلومات بس انا لانه انا كنت بعجلتون بس صارت العمليه نعم. يعني بعيد عن بيروت نعم. هزت البنايه وصوت مقبول لانه ما كنت كنت برا كنت جوا بس طلعت فكرت هزه ارضيه انا بدي نية سمعت طيارات هلا بتقلي هاو مش طيارات هذا صدى بس انا فكرت انا خلصت الخبريه يعني ثلاث دقائق بعد الانفجار انه هاو الطيارات فلوا وصفوا شيء استاذ نعمت انت نائب بالبرلمان اللبناني نعم من الثلاثه لليوم البرلمان غايب عن الوعي معقول اول شيء البرلمان مثل ما فهمت مكسر بغض النظر لما لما تجتمعوا رحتوا على اليونسكو اجتمعتوا ايه ثاني النواب نواب البرلمان ما بدافع عنهم انتبه م. لانه انا قلت لك اليوم في عندي زملاء كثير واصحاب كثير من كل الافرقاء بس ك ك كبرلمان رسمي الانتاجيته مش كافيه ابدا م. يعني مثل انتاجية بس معقولة 155 قتيل لهلا 5000 جريح مجلس النواب غايب عن الوعي بسويل بن معقول بس, بس في اكثر من هيك في اللي هو في اكثر من هيك انا بقول لك اداره الكارثة مش مقبوله كيف يعني يعني انا انفجر انفجرت بيروت الساعه 6 عشيه اكيد هول كبير بتعرف انه للساعه 8 الصبح ما كان حدا عم ينبش بقلب بيروت على الضحايا انا بعرف مسؤولين مم. راحوا جابوا اصحابهم جابوا ضوية وقعدوا يبرموا عضو عضو في كمان نعم نبشوا على قرايبينهم على اصحابهم بالليل ما كان ما كان في شيء طيب يعني 12 إن... ساعه ما طيب. هن 12 ساعه اهم شيء إيه. انت اذا نايم. في واحد وقع واقع حجره على راسه كله خلصناه صح صح انت نايب ليه ما طلبتوا بلجنه تحقيق برلمانيه؟ نحن عم انا عم طالب اليوم ببياني قبل هالحلقه عم طالب بلجنه تحقيق بلجنة استقصاء معلومات وقضاء انترناسيونال عالم لجنة تقصي معلومات قضاء بالبرلمان اللبناني عمليا هي بتستعمل تستعمل أداة الدولة اللبنانية خلينا نسميها القصص بدها تستعمل أداة الدولة اللبنانية وأنا شخصيا قد ما في ضبابية على الموضوع وقد ما الموضوع كبير يعني شفت انا لو 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 بقدر اقتنع انه انه حادث هيك انه شو بعرفني بجسر وقع بنايه صار فيها سرقه او 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 جسر مثلا معمرينه وصار في سرقه بالحديد مثلا وقع جسر بعد ما صبيناه اوكي اوكي مقبوله بس مش يا خيي عمليا بعدين مثل ما عم بسمع معلومات من من خبراء اجانب مم. انه هيدا النيترات ما بيعمل هالقد قوي مش هالقد انفجاره قوي ال2700 طن ما بيعملوا هالقد في اكثر بس انا مش خبير بس عم اقول لك شو عم بسمع مين اللي قال لك هيك شفت تقرير عن خبير تلياني متفجرات تلياني مهم مم. ومع جرافات واخبار وقصص انه لا خي النيترات لو جمعت 2400 طن نترات ما بيعملوا انفجار هالقد كبير بيعملوا كذا كيلو طن هيدا ثلاث مرات او خمس مرات او مرات اكثر إيه يعني حتى عندك شكوك بالرقم اللي المنعطى حتى لو صادر إيه عن الاجهزه الرسميه إيه إيه. آه لا مش انه يعني في 2700 طن في اكثر لا يعني يمكن يكون في متفجرات ثانيه شو عرفني انه في شيء واقع انه في في إنبلي تشبه كثير بعدين الحقيقه بدك بدك مش مزبوط كمان انا على الهواء عم اقول لك اياها اوكي واحد عم يفكر على صوت عالي تفضل وعن جد بلشت عم جمع معلومات هيك بين قلت لك بين دفن ودفن يعني مم. شو هالكوانسدنس انه من شهرين بصير في انفجارات هالقد بايران، واحد، اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبسوريا وتجينا هيدي انه انه عم هيك هل هي مربوطه ببعضها؟ قصدك سلسله الانفجارات آه الغامضه الغامضه، في شيء اسمه سلسله انفجارات غامضة. هل في شيء سلاح جديد طالع جديد ليزر مثلا بفجر بلا ما بعرف هل هل في شيء في شيء بس مش معقول probability انه يكونوا هودي يصيروا مع بعضهم بشهر ونص طيب هلا عم بحكي هيك اذا بدك كاني عم بشرب قهوه انا وياك لما بتسمع انه ما عندي الب... معلومات طيب والله العظيم ما عندي معلومات لما بتسمع انه المدعي العام التمييزي اصدر قراره بانه هيدا العنبر رقم 12 كان ما بعرف عنده مشكله بواب مفخوط في بواب وفي بقلبه نيترات دامونيوم بهال... بهال بهال بهالحجم وبيبقى قراره ما حدا بيرد عليه بالعربي المشبرح من 2019 لامبارح لبلشوا يلحموا البواب نحن وين عايشين؟ عم يا بليز ما بقى تقولوا هيك لانه لانه اذا فك... ناطر هيدي بدها تقول لي وين عايشين ما بقول لك 50 محل قبل 20 سنه بتدين كل ست كل ست اشهر 3 مليار دولار وبتروح بتحرقهم وكهرباء وبت... بتخسر 3 مليار وبتقول لي هلا كرمال التلحيم عم تقول لي وين عايشين؟ تعال نسال بعض من 10 عشت... 10 سنين وين عايشين؟ انا فت على مجلس انا فت على مجلس النواب ما بنسى ما بنسى هالنهار اجت الحكومه المشي اليوم 10 دقائق ونخلص شو في إيه يا خيي؟ ماشي جايين بس تنصوت بدون يصدروا 4 مليار دولار اوروبون انا انا بتعرف جاي من صناعه يعني هي. عمليا أنا, بد... انا اليوم ادين 4 مليار دولار هيك ب 10 دقائق قبل ما اسال شكون تعملوا ليه كذا عملت معركه صرت صد... ارفع ايدي احكي صاروا يضحكوا علي انه خلص خلص مين مين اللي ضحك عليك؟ كلهم يعني شو بدي اقول حتى زملائك؟ لوكاكي يعني مش فايق مزبوط بس فايق انه صار يطلعوا س... فيه انه خلص خلص زمه زمه يعني, يعني صار لنا اسمع هالكلمه صار لنا 15 سنه بنعمل هيك أهو. واذا ما بنعمل هلا ني هيك ما فينا ندفع معاشات انا لالي جاي من عالم انا بس بدي زيد ديني شو بعمل 50 دراسه وشو الريتيرن على هالدين وقال ما تبرده وشو عم بعمل بدي انكسر. فيه طلعوا الشباب بيقعدوا بيتسلوا بست شهور وبيجوا كل ستة شهور بيتدينوا وبياخذوا مصريات المودعين بدك تقلي بدك تقلي انه هلا كرمال وقفت على التلحيمه او اي بلد عيش مم. لو حبيبي ما نحن هالطريق هيدي يلي صار لك لخ... يلي... انا ليش عملت نايب؟ عملت نايب كرمال هالشيء بالذات اوكي انه ما بقى فيني اشوف شواذ هالقد وتحدي لعنون الطبيعه والعلم والاقتصاد وال والدماغ واللوجيك وقاعد ببيتي ليش ما بتاخذ مبادره وانا يعني عم بسال سؤال صدقني بكل صدق نعم. ليش ما بتاخذ يعني انت وكم نائب مبادره الاستقاله بركي بالعكس نو... فركي... بركي في نو... لانه في نواب عم بيفكروا فعلا أخي... بهذا الموضوع انا معك بس شو بنعمل انا رح اقول لك شو بتعملوا لما انتم 20 انت 30 نائب بكيفوا فيهم احلى أه. شيء احلى ما بدك ما بدك انتخابات لك بيعملوا انتخابات على 20 كرسي يعني راحوا المناح بجيبوا اذا كانوا اذا كان زكين في عندك ليك فيهم يعملوا هيك بعد بك أكي بك اكيد بس خليني خبرك فاذا خليني. مش قارينا لوك اكيد بخليني خبرة خبريه في نواب مستقلين بمجلس النواب م. ليه هالنواب المستقلين بدك اياهم يستقيلوا بيستقيلوا بس بس خبرني شو بتعمل بعدين نحن عندنا طريقه احسن واللي هي نحن عملنا قانون مضيو شخص سامي جميل نعم وصوتنا عليه من 18 واحد نعم سقط هذا الإنون بس يصير يصوتوا عليه 51% من مجلس النواب من مجلس النواب يعني 65 هذا القانون هذا الإنون شو بقول؟ تقصير ولايه مجلس النواب لا بعد جمعه يعني بتقول له جمعه تجي خيي خلصت بتعي لعندك يعني... غير غير هيك ما بيصير عيب مع... معناتها كل واحد يعني كل واحد بده يتخطى ما بده يصوت على هالمشروع القانون معناتها بده هيدا مجلس النواب يكفي وبده يكفي بذات ال هيك هيك هالمعركه خلينا نصوب المعركه بطريقه ذكيه ما نحن عم نضحك عليهم انه هن ادارتهم فاشله فاشله بدنا مثلهم انه انا اليوم بيجي في له هونيك قلت لك كم صوت مجلس النواب بيعتبروا حلو مستقلين 100% مثلي انا مثلا عن جد طيب. ما حدا بيقول علي بي. طيب انا اليوم بدك ياني فل بفل لا ما في مشكله تخطينا هذا شو اذا صوتوا 65 نايب على التقصير و... على وفق اي قانون بدك ترجع تترشح تحت هالطبقه اللي خلص ما بقى بدها حدا بتقدر توصل المسلينة اول شيء خلينا نتفق خيي نحن عم نحكي عن لبنان جديد في ميثاق جديد في ورش كثير كبيره في قانون الانتخاب في 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 في, في, في. هذه دور الثوره هذه دور الفريق بده يقلب الطاوله اذا ما صارت هالقد بدك تقاتل بالموجود انا بقول اذا فتحنا ورشه قانون الانتخاب ما بوقود في انتخابات بحياتك من هيك اذا طار مجلس النواب اذا راح مجلس نواب بتعمل انتخابات تانية على القانون الموجود بتجيب اكثر احسن بتجيب احسن من هلا اكيد بس المارس الاشاط مش هون المارس الاشاط ميثاق وطني جديد كثير منيح هيدا اللي عم يحكي فيه امبارح كان ماكرون بزيارته شو يعني شو يعني ميثاق جديد يعني اتفاق على رح لك اياهم شو يعني عقد جديد يعني عمليا كيف بيندار البلد كيف شو يعني الدوله المدنيه انا اذا بدك شغلين أنا لهون كثير شوي احكي اليوم والناس بعد اعطيني عناوين بس كلمتين صغار الدوله المدنيه شو يعني مم. اول شيء قبل هذا الشيء كله في جمله واحده نحن بالعقد الوطني اللي, اللي مشينا عليه لهلا طائف يعني ايه لا 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 قبل 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 ميثاق 43 طائف هو دستور اوكي في فوق الدستور شيء اسمه الميثاق الوطني الميثاق طيب ميثاق بعدين دستور بعدين قوانين الميثاق بتعرف شو هو ميثاق لبنان؟ العيش المشترك حبيبي مزبوط هاي الجملة ما شفت انه هاي الجملة هي وصلتنا لهون لأنه أصلا عدم تطبيق هيدي الجملة وصلنا لا له. بالعكس تطبيقها فقط لا غير هي وصلنا بدنا بدنا بعد بدنا عيش مشترك منتج بدنا عيش مشترك فعال بدنا عيش مشترك ب بي... و... فرتيل يعني خصب, خصب. خصب. بي... بينتج بيعمل شيء نحن عملنا عيش مشترك وقفنا انا بحبك تقبرني وانت بتحبني بس كل واحد إيه. بيعمل بده اياه لا وقاعدين هيك على بعض م. ومنفلس ومنكسر الطرقات ومنعمل عقد الوطني الجديد بده يكون عقد الانتاج عقد النمو عقد ال... عقد الحياد عقد القوه هيدا الاتفاقيه بتبلش منه اوكي ساعتها بتنزل على الدستور وبتشوف كيف يعني الدوله المدنيه م. كيف بتقسم الصلاحيات بس بفكر مش بس عيش مشترك ما في انتجيه كمان انا ما بدي اقول بدي احط ثلاث رؤساء لا بس عيش مشترك طيب وين الانتاجيه فيك تخبرني كيف يندار هذا البلد طيب لما يعني أجل... انا اليوم بس ضوي معي احمر على الانتاجيه بدي ارجع اطلع كيف بدي زبط العيش المشترك تعامل عيش مشترك منتج مش بس وحده انا اليوم بلدي بقلبه ما بيمشي في عطل اليوم بال... انا سميناه النظام التشغيلي اوبريتنج سيستم تبع هذا موضوع بنحكي فيه كمان كثير يعني اليوم مثل ما بيقولوا على راس الميت مش وقت نحكي بالقصص الوقت نحكي, نحكي شغله وحده اذا مش رح نفوت على لبنان الجديد ما بقى في لبنان الرئيس ماكرون التقى بالرؤساء والتقى بالقيادات السياسيين وعطى مهلة ثلاثة جماعة لا. أنت مقتنع أنه هذه الطبقة السياسية هذه السلطة قادرة تغير بثلاثة جماعة الشيء اللي ما عملته بكذا سنة لأنه إذا حددنا في سنين لكن فرصة صغيرة شو؟ ليك شو بدي أقول لك بس بدي أحلم شوي أنا قلت لهم بجلسة الثقة بالحكومة بالمجلس النواب قلت لهم يا رح تتحولوا ايها الزعماء السياسيون يا رح تتحولوا لاباء مؤسسين لدولة لبنان الجديد يا رح تصوروا شياطين تاريخ لبنان شو صاروا لهلا؟ حيث هلا ساقطين بالفحص يعني شياطين؟ يعني يعني اكثر من شياطين انا بقول لك مكرون اعطيهم ثلاث جماع بعد اوكي اذا بهالثلاث جماع ما رح يصيروا اباء مؤسسين يعني بدو ينسوا حالهم يعني بده يقولوا انا خيي مش عمري كذا شو بدي بعد شو بعد ناقص بالحياه الا انه اترك ليجاسي حلوه اذا ما رح يفوتوا بهالزمن هيدا بهالجمعتين شو يعني؟ يعني بيعملوا حكومة جديدة بعيدة عن يعني التكنوقراط 100% يعني بيعملوا شو بعرفني يعطوها صلاحيات خاصة سبيسيال، يعني بفوتوا بي بشجعوا لقوانين جداد يلي يعني بتنمي المؤسسة الدولة هودي كلهم بدك اياهم ثلاث جماع؟ طب أنا عم أقول لك أنه 99% ساقطين، بس بدك تقول لي مثل ما بقولوا إذا قطع الجمل بخمر الإبرة بس عند ملكوت الله لا شيء غريب ما لا في شيء مستحيل بركي ربنا بي بيبي... ما بعرف بس انا عم اقول لك شو شايف انا شفت من وقتها لهلا ما عملوا شيء فثلاث جماع رح يعملوا العلم بيقول لك لا انا بدي مثل ما بيقولوا بنفيت اوف ذا كلام مكروم بارح نعم او تحدث كلامه عن الخلاص بيكون يعني من جمله الامور الحكومه حكومه الوحده الوطنيه نعم انت بتشوف انه حكومه الوحده الوطنيه يعني الطقم الجديد بده يركب مع الطقم القديم هيك من بلد لا هيدي هيدي ما مثل ما بقولوا بدك بدك نفهم اكثر التركيبه اللبنانيه تنعرف انه هيدي يعني فيها تكون فيها تكون منيحه كثير بس فيها خطر لما أن تكون انه تكون كمان محاصصه الاكستريم يعني كيف بدك تجمع ناس ما بيتفقوا على شيء؟ نعم. كيف بدك تجمع ناس ما بيتفقوا على شيء؟ واحدة من الحلول اللي طرحها ماكرون امبارح حكومة وحدة وطنية لأنه حكومة لون واحد ما فيها تقوم بالمهمة، ما فيها تقوم بهال بهال كيف بدك تجمعهم هود الناس؟ بدك ترجع تفوتهم على حلبة مصارعة. إيه إلا إلا إذا كان في نفس جديد بيقول أنا بدي أفكر بدي غ... بدي شيل هذا الوباء يلي يعني اسمه وطن الزعماء وصير يفكر بالشعب، أنه أنا كيف بدي أعمل نمو 7%، كيف بدي أعمل كذا، كيف بدي أعمل كذا، بلا ما أفكر بفريقي. كيف بدي اعمل كيف بدي فريقي يوصله كيف بدي اعمل بناء المؤسسه الدوله اللبنانيه خي بلخص لك انت عم كمي. تطلب حكومه تكنوقراط انت مصدق انه بلبنان هذه الطبقه السياسيه رح تجيب ناس مستقلين بما بكل ما للكلمه من معنى يبلشوا يبنوا دوله ايه او لا آه انا بقول لك شغله صعبه كثير ولكن آه عندها <applause> ملكوت الله ليش؟ شايفة. انا مستحيل. على الارض <تصفيق> <تصفيق> على الارض لكن استاذ نعمه انا على الارض لكن على الارض ما صعب كثير مستحيله صعب كثير طيب صعب. اذا كانت المساله هيدي مستحيله بيكون عم يحلم ماكرون او عم او عم يعطي اخر انذار للجمهوريه انه انا بلغتكم والباقي عليكم يا خي مجبور يقول هيك انا انا يعني شوي انا عشت على غير صعيد طب انا رحت وقلت انا بدي فوت بدي بدي اعطي فرصه للعهد الجديد وبدي ساعده قد ما في وكذا ليه تا واحد يرضي ضميره انه خيعتنا المكسب شو بدنا نعمل انه انا عملنا كل شيء اللهم فاشهد اني قد بلغت يعني أنا بلغت وجربت وعملت طيب في من ضمن الاجتماع اللي صار امبارح صار في لقاء مع النائب محمد رعد رئيس كتله الوفاء للمقاومه بيقول ما عندنا مشكله نحن بانه نتحدث مع بعضنا لان يعني رئيس ماكرون طلب طلب الحديث احكوا مع بعض خي اهتموا بالامور الصغيره وتركوا استراتيجيات بزهول. لانه مش قدها طيب لكن المشكله آه انه اللي متفق عليه ما بنطبقه مين اللي هيك نائب محمد رعد طيب الطائف ما تطبق طيب الطائف بلش يحكي ورح نقول لانه يعني هالامور عم تنطرح مثل ما هي وانا رح اطرحها مثل ما هي طيب الطائف قال بحل كل الميليشيات نعم لما في طرف بده يعتبر حاله انه انا لا مش ميليشيا، اوكي؟ وانا عم بي... عم بسال سؤال لانه بلش ينطرح بشكل جدا واضح نعم الطائف طرح حل الميليشيات، ليش بده يضل في طرف بالبلد مسلح خارج اطار الدوله؟ لانه نعم ما طبق الطائف 100% فاذا مين بيكون ما عم بيطبق ما اتفقنا عليه؟ اول شيء ليش فكرك انه انه هن معصومين من الغلط يعني حزب الله عاملين غلط مثله مثل غيره طيب هو شيء ما تنسى انه السوري بس كان بلبنان ما بالعكس مش بس ما طبق الطائف بهالطريقه غزه غزه هالفريق مم. وهيدي كانت اخرت اخرت لبنان والاتفاقيه الامريكيه السوريه أوكي. هون ما تنفذت ومقتل مثلا معوض كان بداية الخلاف أنه التنفيذ اللي اتفقوا عليه ما كان موجود طيب بما تبقى لدي من وقت امبارح الرئيس ماكرون بيحكي عن عدم شفافية بالقطاع المصرفي يعني مش بس سياسي عدم شفافية بالقطاع المصرفي ويجب أن يرضخ لإجراء التدقيق المحاسبي نعم أوكي فات بالتفاصيل يعني عم عم بيقول لك وين وين عندك المعضله وين المشكله طيب اليوم بما يتعلق بالتدقيق في عنا مشكله عليه كمان صح ولا لا في ناس بالعلن عم بيقولوا اوكي بس بالباطن عم ينسفوه مزبوط ولا لا مزبوط بس هلا اتفقوا على التدقيق وانا بعتبر انه التدقيق ما بيكفي بالبنك المركزي تبليشي يا ايدي في تدقيق لسنين ماضية تنفهم المصريات شو انعملت وداش انصرف وين راحوا شو بدي اقول لك انت رجل اقتصادي فيك تقول ليش كرول المتخصصه بالتدقيق واللي علاقه مع اسرائيل مرفوضه بينما الشركه الثانيه شو اسرائيل هذه شو البدعه خليني كفي خليني كافي آه. سؤالي هكذا قيل اوكي طيب كرول مرفوضه عندها تعامل عنده عنده تعاطي مع اسرائيل بشكل او باخر دوك لازار مع تعاطي مع اسرائيل آه هي وضعت خطه الحكومه شو هالحديث يا زلمه انفصام هي ولا شو 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 هالحديث انفصام إن بالحكومه هي ولا شو أوكي في شيء خبريه ما بعرفها بيناتنا ما بعرفها في شيء صفقه ريك بشي محل ما بعرفها روح نبش عليها بتبين معك بس انا ما بعرفه بس انه خبريه هاي قصه اسرائيل هاي ضحك على الدقون يعني شو معلهم الانترنت يا خيي ليش ما فيش البيتس اللي بتطلع من اسرائيل او بتفوتش بالبيتس تبعنا وليش شو الحديث هذا طيب ليه خلينا ننفصل على خلينا ننفصل على الانترنت بالعالم على العالم سويفت سويفت مش هو بيحول مصاري على اسرائيل وبحول مصاري على لبنان ايه؟ هو ذاته لك شو لك شو هالحديث هذا الاكسجين اللي بتتنفسه عم نقطعش عم باسرائيل بلد. وقفوا تنفس اكسجين وقف هواء اكسجين خيي مزبوط ولا لا هذا الهواء اللي بيقطع من هونيك لهون ليش بنتنفسه لا عم بمزح <applause> يعني بس انه انه بدنا نفكر ونوقف عقلاتنا هلا اذا بيملكوا بي اسرائيليه وفي حدا مشبوه فيها خطر لعلنا غير شيء بس كرول ما بيسمع ما 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 بيملكوها اسرائيليه من دون من دون شك من آه. دون شك بس بمجرد ما انه نرفض كرول ونقبل بالفارس بأ في شيء في شيء ما بعرف آه. ما بعرفه بس انا بعرف انه كرول شركه محترمه في شي وقويه كثير في شيء نايب انت ما بتعرفه نايب انت ما بتعرفه رح تسال في كثير اسم رح ما بعرفه في كثير رح, رح تسال عنه مين شو بيجاوبوني بيك شي ما بجاوبوك نايب يا عمي خلي خبر خبريه انا عملت مساءلات خمس ست مؤسسات شرعيه اوفيسيال بدي فرجيك الاجوبه اللي اجتني ايه شو شو سالت؟ سالت على كثير اشياء، سالت على الاستقلال قانون استقلال القضاء نعم بالصيفيه يا خيي هذا القانون عم بتحضروا وزيره العدل لوكاس سالته قبل انا على القديمه على, على الحكومه القديمه انه يعني يا خيي هيدا على اساس سحبتوه بعد شهرين بده يرجع نعم لا ما رجع وينو؟ واستقلال القضاء اساس وهذا القانون هالقد جاوبونا عليه جاوبونا انه نحن ايه لا بس انه تاخرنا بس لا نحن بدنا اياه وكذا وكذا طلعوا عمليا طلعوا ما بدهم اياه. نفايات عن نفايات لا لا نقطه نقطه مين, نقطة. مين ما بدهم اياه بد انت ناي بدك تسمي لي ما بدنا نضل نحكي بالمجهول اللي مين الخ... نادي ما سميت لك يوم بالبيان تبع رح لك ايش اسمه هيدا ايه؟ الوباء يلي يعني اسمه نادي الزعماء ما سميت لك ايه في نادي فريق قال من خمسه سته هو صار لهم 30 سنة، بقطعوا باسات لبعضهم. عمليا هوا الشعب اللبناني دفع حق هال هال هالماتش هيدا. وهيدا الشعب اللبناني وصل لمرحلة اليوم عم ببقى في يحمل. يعني <applause> النادي اللي عم تحكي عنه رفض نعم لك موضوع استقلالية القضاء. ايه نقطة تانية شو اللي رفض لك إياه بعد؟ نفيات نفايات الثالث ليش رفضوا النفايات؟ تيضلوا بالمكبات يعني؟ اكيد في افاده بالمكبات؟ أكيد. جينا قلنا نحن اللامركزيه هي الحل عملنا قانون ل نلغي الديون هذه فكره هي فضيحه اذا نحكي عنها كمان انه اليوم اكتشفنا انه بلديات مثل جوني مثل الزوق مثل بكسروان عليهم 20 و30 مليون دولار دين يعني شو لمين؟ لسوك... لدولة... لصندوق البلد المستقل لانه دافعين لسوكلين عنهم يا عمي كيف هي؟ وكيف بدكم تفوتوا على مركزيه النفايات؟ م. كيف بدكم كيف بدهم يشتغلوا هودي؟ هودي مديونين لانه كانوا قاعدين عاقلين عم تاخذون زبلتهم وما يكبون بالجل. اوكي. البلديات اللي كانوا عم يكبون بالوادي برات المناطق بـ بـ بالشمال وبالجنوب م. وبحلات هودي عليهم زيرو ديت. واليوم مرتاحين، يعني الدولة اللبنانية عليها 90 مليار دولار دين، وولاد كسروان وبيروت وجبل لبنان عليهم 93 مليون يعني دولة الدولة دولة. عم بتقول لهم روحوا زعبروا روحوا زعبروا روحوا كبوا زبالاتكم آه في كل هودي كل هودي المساءلات يلي يعني في عمل في عمل مش منتظم بلش بالعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء كمان يعني الخلل كتير كبير بي بي بالمؤسسات الدولة اللبنانية مش بس الناس مضروبة م. السيستم مضروب يعني نحن اليوم لجنة الاقتصاد والتخطيط صار لها سنتين ونص بمجلس النواب تعرف أنه ما إجاها ولا فضيحة هي. تعرف أنه ما إجاها ولا إنون تدرسه ولا إنون؟ ولا إنون؟ شو بتعني هاي معناتها الشباب مش عم بيخططوا يعني ما في تخطيط ولا في شيء في, في 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 لجنة ميل سارحة والرب رعيها لجنة ميل ولجنة لجنة ال تكتب القوانين الإدارة والعدل الإدارة والعدل يا خيي تعال خبركم خبريه انتم بس تاكلوا بوكس بالميل ما هيدا تو ليت خلص فات الجول بدك تشتغل على الدفاع قدام على الاقتصاد وقبل على التخطيط انت تفلس ندمان انك فت على البرلمان لا ندمان انه ارفان لانك بعدك بالبرلمان الحل التاني تعرف شو شو م... أنو ما اكون لبناني بقى بس انا مش قبلان من هيك انا ما بقبل اقول بهو اثنين لانه انا مفز ما بظهر من مجلس النواب هيك ولا بظهر من من السياسه هيك بظهر من لبنان وبقدم لك جنسيتي بقول لك الله يوفقك بالشكل اللي حكينا فيه ماكرون امبارح ايه. بهدلنا ايه. انت كلبناني ايه. كنايب كرامتك تهان ايه. من ايدنا شغ... ولا من ايده بس ايدنا. في شغله وحده ايه. في شغله وحده للحقيقه هيك بتعزيني م... انه ش... انه ماكرون بيحترم الشعب اللبناني وبيحبه للشعب اللبناني من هيك انا كتبت له انه اليا اي كيف كان شو كتبت له؟ ما كتبت له على التويتر اه اوكي تويتر قلت له انه انه بشكرك انه جيت على لبنان في لبنان اخر هناك في لبنان اخر إيه؟ انت شفته هو اللي هو هالشعب اللبناني وهذا هذا الشعب مارف... اللي ميرفيو هذا شعب كثير رائع رائع، بحق له بلد احسن من هيك ما 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 تفكر لبنان مثل السياسيين اللبنانيين م. لبنان بيش مثل اللي مثل الشعب اللي البناني. بس امبارح حملنا مسؤوليه قالنا لنا هودي السياسيين وهودي النواب وهي الحكومه انتم جايبينا انا ما في يكون محلكم اه مزبوط معه آه حق. آه حق قديش بتعزك الدنيا وقت اللي بتسمع لبناني عم يرجع يطالب بالانتداب هيدا السؤال الاخير لألك اوف يعني بتعرف انا لالي انت بمرحله مرحله بتقدم جنسيتك يعني بشكل او باخر عم بت... عم بشكل او باخر عم تتمنى الانتداب ايه انا بدي اقول لك شغله انا اللي خلاني اعمل سياسي واترك حياتي الحلوه الخاصه اللي مشبعتني تحديات وتحقيق ونمو واحتراف كله تركته مشين شغله وحده لانه يعني قلت انا يا بترك الجنسيه اللبنانيه وبترك لبنان وبنقول اكبر شركه بلبنان واكبر مشغله بلبنان الى برات لبنان يا ما بدي فوت بدي اهرب لقدام وفوت غير لبنان يعني عم تفوت هني على وجداني جوا انا ماني فايت العب ماني فايت مثل آه ما بقولوا اعمل بيانو اكسترا كوليك يعني بعد الجامعه بدي اتسلى اتعلم شيء لا انا فايت غير حياه يا بدنا يا بدنا نعمل هل... لبنان يشبه اللبنانيه بالاحتراف واهم شيء بالاحتراف انا لالي في شغله موضوع كثير مهم لالي انا ما بقبل ما بقبل كون الي علاقه بفشل هالقد كبير بقرف بستحي بس انت لهلا فاشل أنا ما معف... مش فاشل، أنا فشلت بأو... لا ب... أنا بأول مرة فشلت بحط... بأول مرة بأول شقفة من المهمة تبعي، يلي يعني هي جرب أنقذ معي الطبقة السياسية اللبنانية، هيدي فشلت فيها، لأنه مثل ما بقول المثل فيك تاخد الحصان على النبع المي، بس ما فيك تجبره يشرب. نحن جربنا نقول لهم اشربوا. ما بدهم يشربوا. فهلأ نحنا نحن حرين، نحن حرين، جربنا كل شيء، هلا من هون ورايح صفحة جديدة رح رح تتوسع الكتله النيابيه المعارضه؟ اكيد اصلا اصلا انا قد ايه الضم كم نايب قريبا؟ بدي اشوف قديش في من الكتل من النواب الموجودين بقلب المجلس بقلب الكتل الموجوده المتراصفه بيعتبروا حالهم احرار كفايه وما عندهم دين ليسكروه طيب يقدروا يتركون بكتلة الكتلة اللي كنت فيها قديش في ناس متحررين وما عندهم دين يسددوه؟ ثلاثة أربعة كثير كثير من 29 وعشرين كثير شكرا لك النائب نعمة فريم على هذا اللقاء تعزينا عم تقول انه في ناس احباء لك فقدتهم نعم. تعزينا. تعزينا لكل اللبنانيين على هالمصاب الكبير ان شاء الله من يوم وراح نكون على قد المسؤوليه وتكون هالثلاث جميع فعلا فاصله طيب إذا رجع الرئيس السيد الرئيس ماكرون يلاقينا انه بلشنا نفكر بعقليه اخرى شكرا لك نعمة شكرا مشاهدينا بشكركم على متابعة هذه الحلقة طبعا اللقاء يتجدد الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة أه بصراحة ضيعت الأيام نحن اليوم الجمعة ثلاثة إذا أراد فإذا الساعة ستة نحن بنكون على بحلقة سوا أنا بدي بس شغلة بعد بدي أدعي مناصري في كسروان عائلة الإنسان أولا أنه يكونوا بكرة الساعة خمسة بساحة الشهداء مع الثورة بأقصى قدرتهم عم تتحضر للثورة على الأرض نعم لأنك بفترة ما رح أرجع أفتح حلقة تانية بس بفترة من فترات قلت للثوار لازم نعرف كيف نفوت ونظهر ايه بس بكرة كان ببداية الثورة بس بكرة ظهرت وهلأ رجع فايت على الثورة بكرة 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 عم نقرب على الضرب القاضي أنا حكيت عن الضرب القاضي نحن عم نقرب على الضرب القاضي الضرب القاضي لمين؟ احنا هذا موضوع كبير. بوجه من الضرب القاضي بوجه من؟ من؟ يفتح الطبقه السياسيه كلها من كفي بعدين حلقه ثانيه كنت بلشت هيك شكرا لك نعمه فريم اذا مشاهدينا بشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء